يوم الثلاثاء 14 ابريل. حلو التاريخ 14/4/2020. اي احلى 14/4 نقولها صح؟ صحيح. شلونك؟ 2024 وين بنكون؟ ما ادري ليش فكرت فيها كذي. ما احنا كنا نقول ما عندي جواب حق هالسؤال. لحظة، ما احنا كنا نقول 2020 سيارات بتطير. 2020 ذكرينا يوم المدرسة. تذكر يوم المدرسة 2020 كل شيء كان بيصير في 2020. كل شيء بيطير. صار كل شيء في 2020. لا بس صدق يعني على طاري الرقم 4، شنو رقم ال، ما بقول رقم الحظ، رقم أنت تتفائل فيه؟ أحب الأربعة باي ذا واي، يعني اثنين احب الارقام الزوجيه. تحب اثنين اربعة؟ انا في رقم وايد احبه وايد اشياء في حياتي يعني صادفت ان انا اشوف ذي الرقم او انه يصير في قدامي ذي الرقم. سبعة. 43 يعني مثلا يا يصير شيء زين تاريخ 3/4 فانت تقراها 43. اوكي. او مثلا ما ادري وايد اشياء حلوه في حياتي فيها ذي الرقم، انا احب 43، ما اعرف اذا له معنى ولا لا بس انا احب ذي الرقم. فانت تحب الارقام تفائلين فيها؟ اي والله صراحه انت تحب الارقام الزوجيه. أيه. بس ما في رقم معين يعني. اوكي 2 4 6. اوكي عرفنا. شاهدينا في حلقه اليوم راح نتعرف على ابرز الاطعمه اللي تقوي الجهاز المناعي لدى الاطفال خلال ازمه فيروس كورونا، وراح يكون اكيد لنا لقاء مع الفنان البحريني فاضل جمعه. بس قبل لا ننطلق في اولى فقراتنا خلونا نشوف ومضه اليوم شو تقول ونعلق عليها مع بعض. تقول الوامضة: عندما تسامح من أساء إليك فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. تأدب تغير معاملتك له. مو بشرط تغير. مو بدر كل ما أنا أكد على شيء هو يتذكر موقف يتذكر. لا مو بشرط كل من أساء إليك وسامحتي بعدين يصير سيدة. العوي عوي. لا أنا أحس كذي. أنا بعد بس أنت تشوف في جزء من الومضة يعني صحيح يعني يناسب أو ينطبق على الكلام اللي أنت قلته، لازم طريقتك تتغير معه لأنه هو خلاص ما بيتغير. صح؟ صح. أنت تغير، أنت تغير وياه. أنا أسوي كذي صراحة، صديق زميل يعتمد الشخص نفس ما يحتاج إنه خلاص يعامل. خلاص يعني اللي كنت أسوي في السابق ما راح أرجع أسوي بناء على ردة فعل. أوكي. بناء على موقف، بناء على حوار، بناء على كلام، يعني لازم الإنسان يتغير. خلاص الواحد يعني ما ينطق مرتين. بالضبط. صح؟ كلامك. مشاهدينا كلنا ملتزمين هالفترة بالجلوس في البيت لما تخلص هذه الأزمة الصحية العالمية، وأكيد كل أم تفكر في صحة أطفالها وتغذيتهم لتعزيز نمو وتحسين الجهاز المناعي في أجسامهم. معنا اليوم أخصائية التغذية العلاجية والحميات الأستاذة أبرار عمران عشان تقدم لنا بعض النصائح في هذا الموضوع. صباح الخير. صباح النور. حياك الله. صباح الخير. يا هلا. شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ مبروك ونسلم. مبروك ونسلم. والله بس رحمه ايدي. هذه يدل على لطفك يعني. لطفك وحماسك. لا بدينا بدل لطفك بس معقمه ايدي. ها مغسله. احنا قبل نطلع الهواء سوي لنا معكم ما ينزل هالفترة. مو مشكلة مسحيها الحين. أبدا. عدد الوجبات اللي تناولها الطفل خلال هذه الفترة، خصوصا إن في أطفال قاعدين في البيت ما قاعدين يروحون المدرسة، أو بشكل عام أحيانا الوجبات هاي تختلف، ممكن تكون 3 ممكن تكون 5، ولكن عدد الوجبات اللي مفروض إن الطفل يلتزم فيها في حياته اليومية. أول شيء ما لازم نعرف إن المرحلة العمرية اللي هي مرحلة الطفولة تعتبر من أهم المراحل اللي نقدر إحنا نغرس فيها الأفكار، المبادئ. صحيح. العادات الجيدة وغير الجيدة، فالمفروض الآباء يستغلون هذه المرحلة في أنهم يغيرون العادات الغير جيدة اللي يشوفونها في أطفالهم. ودائماً أولياء الأمور شنو يتعذرون؟ يقولون أن إحنا ممكن حتى لو حاولنا نخلي جو البيت صحي ولكن ما عندنا قدرة على التحكم في المحيط الخارجي للمنزل. يعني مجرد ما يطلعون برا البيت يلتقون بأصحابهم في المدرسة أو الأشخاص اللي يشوفونهم في النادي أو المعهد، هني هذيلا بعد لهم تأثير كبير. صح. فالحين ما عدنا عذر، الأطفال قدامنا يعني 24 ساعة، فيكون التحكم أسهل، السيطرة أقوى. صحيح. بالنسبة إلى الوجبات، إحنا دائما نقول تعدد الوجبات مع تقليل الكميات هذه أفضل طريقة عشان أحافظ على صحة الطفل وعشان أضمن أنه يأخذ احتياجه. فثلاث وجبات رئيسية اللي هي الفطور والغداء والعشاء، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة السناكس، يا تكون من 2 أو 3 على حسب شهية الطفل. حلو.
فالوجبات الرئيسية لازم أضمن أنها تكون تحوي كل العناصر الغذائية. لما أقول تحوي كل العناصر الغذائية يعني متوازنة، تكون فيها مصادر الطاقة الثلاثة اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون. وأكيد بين الوجبات أضيف الفواكه، ممكن حتى الخضار إذا يحب السويت، يعني كمية بسيطة. كمية بسيطة ما يمنع. ما يمنع أكيد. يمكن معظم الأطفال يحبون الحلويات، يحبون يأكلون، يحبون إحنا نقول البحريني يخربطون. بالضبط. وفي نفس الوقت في الجانب الثاني دائما الأمهات أو عادة الياد أو اليادة يحبون يدلعون اليهال. أحفاد. هاك إيه هاك حلاوة هاك ذي، فالطفل يسمن يعني في عمر صغير. شلون ممكن نتجنب هذه الموضوع؟ شلون ممكن نقدم للطفل وجبات خالية من يعني ما تكون عالية السعرات؟ طبعا تصدقون ان من خلال يعني المراجعين اللي يجوني اطفال في العيادة، ولاحظت ان في جدا سمنة يعني عند الاطفال، يعني عينة كبيرة في البحرين للأسف يعني. وهذا الشيء أنا بالنسبة لي أعتبر أن المسؤولية تقع على الوالدين. كل ما تأكدت أولا أني أكون قدوة لأبنائي، كل ما تأكدت في نفس الوقت أن طفلي يعني ما راح يزيد وزنه. لازم أنت تبدأ في نفسك كولي أمر عشان تتأكد أن طفلك قاعد، لأن الأطفال يحبون يقلدون يشاركون العادات اللي متواجدة في المنزل. فبالنسبة إلى السناكات اللي ممكن أن نعطيها لأطفالنا، أولا لازم نعرف أن الطفل شنو يرغب إليه. يعني في أطفال يحبون الأشياء المالحة، الأشباس مثلا، في ناس يحبون الحلويات. فلازم أعرف شنو الطفل يحب. أكيد كأم أو أب أعرف الأشياء اللي يرغبون فيها أطفالي. إذا عرفت شنو الشيء اللي يرغب إليه أكثر شيء، ودائما هو يكون جنك فود. لما أقول جنك فود يعني أشياء تكون عالية الدهون أو عالية السكريات أو عالية الأملاح. فإذا تأكد شنو الشيء اللي يرغب إلى الطفل بين الوجبات، راح أعرف البدائل الصحية. لازم نعرف هاي النقطة، بدائل صحية. الأشباس في كل مكان، في شيبس يكون بدون ملح، ملح أقل، دهون أقل، أو ممكن أقدر أسويها في البيت. أستغل البقاء في المنزل الحين، وفي وصفات سهلة وسريعة ونفس الوقت صحية أني أقدر أقدمها لأطفالي. فواكه ممكن أني أسويها بشكل جميل، ممكن أحط فيه شيء إحنا نقول شنو 80% صحي 20% مو صحي. يعني مثلا ستروبريز فراولة أغمسها مثلا بشوكلت، صح. فهو يعني ممكن ما يرغب للفراولة بروحها، بس لأني حطيت فيها شوكولات راح يرغب فيها. فدائما أخلط بين الصحي واللي مو صحي مع الأطفال، لأن هذا الشيء يجذب الطفل. الطفل يحب الألوان، يحب يشوف الصحن مو لون واحد، يعني يكون منوع. فيعني هذا السر في جذب الأطفال يعني إلى الأكل الصحي، إني أدمج بين النوعين الصحي والغير صحي. صحيح. بس أكيد في أطعمة معينة غير أنها تجذب الطفل أنه يتناولها، في أطعمة تساعد في أن الجهاز المناعي للطفل يكون أقوى. مثل ما إحنا الكبار مثلاً الحين صرنا نأخذ مثلاً الفيتامين سي مثلاً، نشتريه من الصيدلية. صح. خلصوا. خلصوا مثلاً. اللي يقول لك أنا ما عندي وقت والله كل يوم أشرب عصير برتقال، أو أنا من النوع اللي ما أحب أكل فواكه، فصاروا يلجؤون للبدائل الأخرى في الصيدليات. ولكن طفل في هاي العمر، شنو أكثر الأطعمة اللي لازم أنا أركز عليها عشان تدعم جهاز المناعي؟ طبعاً بعد لازم نعرف نقطة الجهاز المناعي، أنه يحتاج فترة طويلة من النمط الصحي عشان يتعزز ويكون بقوة. يعني مو في يوم وليلة رح يتعزز ويقوى جهازي المناعي. أنا أحتاج فترة طويلة عشان أحافظ على جهاز المناعي يكون في أكبر قوته. فما علي حتى ولو كان طفلي ما يأكل أو مو من عاداته أنه ينجذب إلى الأكل الصحي، الحين هي فرصتنا في التغيير. يعني أنك أنت تبدأ متأخر أحسن من أنك ما تبدي. أي. فالحين إحنا نبدأ بنروح إلى أولاً لازم الأكل يكون هوميد، يعني محضر في المنزل. هذا أفضل طريقة أني أتأكد أن الأكل يكون نظيف، الكميات قدامي، أشوف شلون طريقة الطبخ، يعني يكون أصلاً أكثر وقاية وسلامة يعني للغذاء نفسه. أتأكد أن الغذاء يكون مدعم بالفيتامينات والمعادن. ليش احنا مهم عندنا ان الاكل يكون فيه فيتامينات ومعادن؟ لان هذه تعتبر من مضادات الاكسده، الانتي اوكسيدنتس. الانتي اوكسيدنتس شنو هذه؟ هذه يعني عناصر في الجسم تحارب الجذور الحره، الفري راديكلز، اللي هي مسببات الامراض والفيروسات والخلايا السرطانيه. فمهم ان احنا نركز على مثل ما قلتين شيماء، فيتامين سي. فيتامين سي يعتبر من افضل مضادات الاكسده. يعني مهم حتى تشوفين حتى قبل الكورونا كنا اذا يصيدنا نزله برد او انفلونزا دائما ناخذ مثلا عصير برتقال او ناخذ القرص الفوار مال فيتامين سي. فمهم ان احنا ناخذ الفيتامينات
من الغذاء افضل من ان احنا ناخذها من السبلمنتس اللي هي المكملات، نستفيد منها جسمي ترى اكثر يعني من المكملات. فاحنا نشوف وين مصادر فيتامين سي اللي هو فيتامين جيم بالعربي، من الحمضيات معروف البرتقال والليمون، ولكن في شيء احنا ما نعرفه ان الفلفل الاخضر والفلفل الرومي، فلفل بارد يعني بالوانه، يعتبر مصدر الى فيتامين سي اكثر من الحمضيات. فان ان مثلا اقصص اخذ الفلفل الملون، اذا ما يحب الطفل الاخضر اخذ الملون، اصفر احمر برتقالي احطه في السلطه ممكن. ايضا عندنا الجوافه الكيوي الطماطم كلها فيها فيتامين سي. فيتامين اي اللي نحصله في الزيوت النباتية والمكسرات، هذا بعد يعتبر يعني مكافح للأمراض. حلو. جداً مهم أن احنا نضيف الزيوت النباتية اللي تكون غير مشبعة، المكسرات أحطها ممكن في السلطة، ممكن بين الوجبات كسناك أعطي الطفل. أيضاً عندنا فيتامين اي بعد، هذا يعني كلهم يعتبرون جنود للجهاز المناعي. فيتامين اي أحصله في البطاطا الحلوة، الفندال، أحصله في الجزر، ممكن أسوي حتى عصير جزر. حلو. بين الوجبات أحصل أيضا في مشتقات الحليب، البروبايوتكس أيضا، هذه البكتيريا النافعة اللي أحصلها في مشتقات الحليب اللي هي الروب واللبن الزبادي، هذه واجد زينة يعني ترفع من مناعة الجسم وأيضا تحافظ على الجهاز الهضمي بعد. الأسماك فيها عنصر السيلينيوم، هذا يعني يفيدنا حاليا لأنه يعتبر مضاد للفيروسات، يساعد على ضخ الأكسجين في الرئتين. حلو. فيمنع الالتهابات التنفسية. سبحان الله، كل شيء ربي خلقه في منه فائدة ودواء. والله يمكن ذكرتي أستاذ أبرار توزيع الوجبات، خلينا نركز على هذه النقطة تحديدا، شلون ممكن الأم أنها يتوزع الوجبات، كم المدة بين كل وجبة والثانية؟ احنا دائما نقول أن من ساعتين لثلاث ساعات عشان أضمن أن شوية هدأ الهضم، يعني متوسط الهضم على حسب الأكل طبعا، ساعات أربع ساعات ست ساعات، فأخذ نص الوقت اللي هو ساعتين لثلاث ساعات، أتأكد أن طفلي بعد جاع. لا أجبر الطفل على الأكل، إذا هو قال لي أنه ما أقدر أحس بالتخمة لا أجبر على الأكل. ساعات أشوف أمهات يعني يجبرون أطفالهم على الأكل، لازم تخلص الصحن، لازم تكمل، لا تقوم إلا أنت مكمل. فكل ما يعني تأكدت أن الطفل صدق حاس بالجوع ويعني شوي في وقت مضى على الهضم تبع الوجبة الرئيسية، يعني هذا يكون أفضل وقت مناسب إلى الوجبة الخفيفة. فمن ساعتين إلى ثلاث ساعات يكون توزيع الوجبة. آخر وجبة قبل النوم لازم قبل لازم ساعة. يعني إحنا نقول ساعتين يعني عشان بعد لا يكون في واجد أشخاص يعانون من ارتجاع الأحماض الأسيد ريفلكس، لأن يكون وجبة ثقيلة وتكون قريبة للنوم. وقريبة للنوم. بالنسبة حق النصائح اللي نقدر إن إحنا من خلال برنامج وجهها للأمهات علشان بس يحمون أطفالهم من الدخول في دائرة السمنة، تعرفين الحين ما في مدارس، القاعدة صارت في البيت مدة أكثر، حتى الحركة صارت أقل، يعني في اللي مسيطر على الموضوع وفي اللي يعني مسلم أمره للواقع وقاعد في البيت. طيب شلون إحنا نتجنب هذه الأمور أن الطفل يصاب بالسمنة أو زيادة في الوزن؟ مثل ما قلت الوجبات جدا مهمة، توزيع الوجبات، ما يكون في تفويت، سكيبينج ميلز، مسألة تفويت الوجبات هي اللي تخلي الطفل انه يخربط. حتى الكبار إيه؟ صح كلامش، لما يكون خصوصا قبل كانوا يتعذرون انه ما عندنا وقت للأكل، ما عندنا وقت للطبخ، إنزين الحين احنا عندنا الوقت كله، خلاص في بركة في الوقت الحين، فإحنا ممكن نستغل هذا الوقت في أن إحنا نطبخ، أن إحنا نعد وجباتنا، أهم شيء يكون وجبات رئيسية موجودة available يعني متواجدة، فما يكون في skipping meals. نحرص على الوجبات، أيضا شرب الكميات الماء يعني اللي يحتاجها الجسم، ترطيب الجسم يساعد على عمل الوظائف في الجسم، كل ما تأكدت أن الجسم بعيد عن الجفاف كل ما تأكدت أن جسمي قاعد يشتغل صح. فجسم طفلي بعد مهم أنه يأخذ احتياج على الأقل، يعني إحنا نقول من 8 أكواب يعني أنه يأخذ في اليوم الواحد، فمهم أنه أتأكد بين فترة وفترة، حتى لو ما قال أنه عطشان أعطيه ما يشرب. إنزين بالنسبة أيضا إلى الرياضة، قلتين قلة الحركة، إذا ما كانوا يقدرون أنهم يطلعون على الأقل أنهم يسوون أنشطة وأكتيفيتيز داخل المنزل. الأطفال الحين شنو يحبون اليوتيوب مثلا، ممكن أشغل لهم رياضة للأطفال، نسوي مع بعض، نشارك كلنا أمهات مع الأطفال،
صراحة أنا بعد هذا الشيء لاحظته في العيادة من الأطفال اللي يجوني أن سبب السمنة وزيادة الوزن قلة الحركة. لأن الأجهزة الإلكترونية الحين صارت تمنع الأطفال أنهم يتحركون يلعبون نفس ما إحنا تعودنا وإحنا صغار. فهذا الشيء يحرمهم يعني من النشاط والحيوية اللي المفروض يتمتعون فيه في هذا العمر. فالمفروض أني أستغل هذا الشيء أن أخليهم مثلاً يعني إذا كان عندنا درج في البيت أنه يعني يسوون تمارين على الدرج، ممكن أن يشاركون الطبخ داخل المطبخ حتى لو كانوا أولاد عادي، إنه مو شرط البنات حتى الأولاد، نعلمهم مثلا وصفات سريعة. هذا الشيء يعني يخليهم يتحركون أكثر. الحركة مو نفس الرياضة، الرياضة ممكن تخفف الوزن بس الحركة تزيد من صحة الجسم. فمهم أيضا الحركة مو بس الرياضة. في مسألة مهمة قلتينها بعد، قلتين أنهم متمللين والحين ما في شيء يسوونه، فالتوتر هذا إحنا نوبة الهلع اللي صادتنا ترى تأثر على الأطفال. مسألة التوتر جدا مهمة لأنها ترفع من هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هذا جدا خطير لأنه يهاجم الجهاز المناعي. يعني إحنا لازم نلتفت لهذه النقطة إنه حتى لو ما بينا عصبيتنا وخوفنا قدام أطفالنا، ترى حتى ملامحنا ومشاعرنا يحسون فيها الأطفال. صحيح. فمهم إن إحنا نتكلم مع أطفالنا، نعبر معاهم، كل ما هم عبروا، كل ما بينا لهم إن هذه أزمة ورح تزول، إن هذا العالم كله يعاني، مو بس إحنا في البحرين، الكل قاعد يعاني، إن شاء الله رح تخلص هذه الأزمة ورح ترجعون مدارسكم. إن شاء الله. ركزنا على النوم تحديداً، يمكن إيه هذه الفترة. النوم اعتفى مخربط كأنه شهر رمضان بالضبط. يعني شلون أثر هذا الشيء وشلون ممكن يأثر سواء حاليا ولا حتى مستقبلا؟ يعني الطفل تعود ينام سواء في مدرسة ولا ما في مدرسة، بس الحين الوضع متغير. يعني أكيد. صار في سهر عند كثير من الأطفال. خلينا نتكلم عن هذه النقطة. مسألة النوم جدا مهمة، وأنا أربطها بعد مع نقطة التوتر ومع نقطة هرمون الكورتيزول. النوم يعتبر تشارج الجسم، الشاحن تبع الجسم. مثل ما احنا قبل ما ننام نحط شاحن على التليفون، النوم المفروض في وقت مبكر وساعات كفاية. هذا الشيء يعني يشحن الجسم بالطاقة، كل الهرمونات كل الوظائف تشتغل وقت النوم. فتشوفون احنا لما نسهر يزيد عندنا حالة الجوع، الشراهة تزيد لأن هرمون الجوع يرتفع وقت السهر. فعشان احنا بعد نقلل سالفة الخربطة والأكل العشوائي، المفروض ان احنا نومنا يكون مبكر. فهذا الشيء المفروض يكون إلزامي سواء في مدرسة في دوام او لا، لازم يكون على الأقل ياخذون ساعات كفاية. الأطفال يحتاجون يعني 8 ساعات او 9 ساعات اكثر من الأدولتس البالغين. فمهم عندنا انهم ياخذون يعني الوقت الكافي من النوم، لأن هذا يؤثر على مناعة الجسم مثل ما قلت، وأيضاً يؤثر على تراكم الدهون في منطقة البطن. يعني هرمون الكورتيزول مرتبط بهذا الشيء، بتراكم الدهون أيضاً. متى لازم الطفل يتوقف عن تناول الوجبة المسائية على وجه الخصوص؟ هل لوجود عارض صحي أو وزن أو كلمينا عن هذا الجانب؟ بالنسبة إلى العارض الصحي، مثلاً في أشخاص مثلاً أطفال يعانون مثلاً من سكر الأطفال، يعني ممكن في مثلا مشكله صحيه ثانيه ان تتوجب ان لازم ياكلون عشان مثلا ما ينقص عليهم دمهم او شيء. فاذا كانوا يعانون من مشكله صحيه هي في لازم تكون في وجبه حتى متاخر. في اعرف اولياء امور يقعدون اولادهم من النوم عشان يعطونهم شيء، يتاكدون ان مثلا سكرهم ما ينزل او انهم مثلا ما يغمى عليهم ما يخشى عليهم وهم اثناء النوم. بالنسبه الى الاشخاص الطبيعيين الاصحاء، يعني المفروض مثل ما قلنا ان قبل ساعتين من النوم احنا نتاكد ان يعني مو ياكل ودايركت، فلازم نعرف ساعة النوم. صحيح. إذا عرفنا ساعة النوم هني نتأكد من متى وقت الوجبة. فهي مرتبطة بمسألة النوم. أوكي. الوجبات الرئيسية يمكن الأم أو الأبو ممكن يتحكمون فيها، بس بالنسبة للسناكس خلينا نتكلم عنهم. هل أنت تفضلين أن الأم أو الأبو يجون مثلا بعد ساعتين يقدمون لهم السناكس، ولا يخلون مثلا مجموعة من السناكس الصحية موجودة في البيت الياهل وقت ما حس أنه هو ياع راح كل؟ مهم. أنا أفضل أن في البداية يكون في تعليم، في إرشاد. يعني أشوف الحين الوعي زاد في البحرين، صاروا الأمهات يحرصون أن يزورون أخصائيات التغذية ويعرفون هذه الإرشادات ويتابعون في الإنستغرام الحسابات اللي تأكد على الأكل الصحي وأكل الأطفال. فإن إحنا أولاً لازم نعلمهم أن هذا احتياجك خلال يوم، هل قد لازم تأكل من الفواكه، هل قد تأكل من السويت، مو شيء عشوائي.
ما يصير له حتى جدول بطريقه حلوه برسم هو اصلا مع نفسه وهو يعني يرسم ويكتب ويحدد شنو يحب. في انا اشوف حسابات يعني في الانستغرام انه يعني في ارشاد لهذا الشيء، انها تسال ولدها تقول له شنو تحب تاكل، كانه منيو يسوون منيو، شنو حاب تاكل بكره في السناك، شنو حاب تاكل في الغداء، شنو حاب تاكل في العشاء، فهو يحدد شنو يحب وهي بعدين تجهزه، فهو يعرف ان هذا فطوري، هذا سناكي الاول، هذا غداي وهذا سناكي الثاني. حلو. فيكون يعني مثل ما سالت انه لازم يكون شيء محدد مو عشوائي. حلو جميل. مشاهدينا كانت معنا الأستاذة أبرار عمران أخصائية التغذية العلاجية والحميات، شكرا لك. حاضرين. شكرا لك. فاصل سريع مشاهدينا وراجعين، واصل معكم باقي فقرات شمس البحرين. مشاهدين، الفن والطرب والأصوات البحرينية الأصيلة تمتلك حس المسؤولية ودائماً ما تضع بصمتها في كل حدث يحتاج التوعية. أصوات الفنانين البحرينيين دائماً مميزة، دائماً لها بصمتها. الفنان البحريني فاضل جمعة قدم عمل، خلونا نشوفه مع بعض وراجعين لكم، نواصل حديثنا في الاستوديو. خلك في البيت خلك عشان نفسك وأهلك، وللبحرين خلك خلك في البيت خلك خلك في البيت تكفى هالوقت يحتاج وقفة، والوضع لا لا ما يخفى، واستانس في محلك، عيش اللحظة الحلوة في بيتك والله تسوى، فدوى للديرة فدوى ويزول الهم خلك. فنان بحريني فاضل جماعة حياك، صباح الخير. شلونك؟ شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله. حياك، تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحييكم. الرساله واضحه وفيها حس يعني مسؤوليه تجاه واقع احنا قاعدين نعيشه والعالم كله قاعد يمر فيه. كلمني عن ترتيباتكم اللي قمتوا فيها قبل لا تخططون لهذا العمل واثناء تنفيذ هذا العمل. اولا صباح الخير عليكم، صباح على الله. شاشه البحرين الجميله. و صراحة العمل كان احنا كنا يعني ناويين نسوي، شفتوا يعني في الظروف اللي صايرة يعني حاليا، فحبينا نساهم يعني لو بأي شيء يعني نقدر نسويه يعني في مجالنا كفنانين، فالحمد لله يعني فقدرنا نسوي هالأغنية ذي وبالتعاون مع الكل اللي شفتوه في الفيديو، فالحمد لله يعني طلع العمل إن شاء الله إنه يكون هادف يعني. أكيد. نعم، لو ما كان في تعاون ما توقع إن العمل كان ممكن يطلع بهذا الشكل الجميل. صحيح. خلينا نتكلم عن الجنود اللي كانوا خلف هذا العمل اللي ساعد في إنه يطلع بهذا الشكل. والله طبعًا هو أكيد العمل كله بجهود الجنود اللي كانوا خلف الشاشة، يعني هم اللي الموزع الكبير أحمد أسدي هو من ألحانه وتوزيع الأغنية و. اخراج المخرج الشاطر يعني اللي وايد احب انا اخراجه هو حسن حاجي، وطاقم المصورين اللي كانوا معاه. حلو جميل. في اشياء عرفناها يمكن نقدر نقول خلف الكواليس ان هذا العمل صورته خلال يوم، صح ولا انا غلطانه؟ زين كلمني عن كواليس هذا العمل، شلون رتبتوا له، شلون قدرتوا انه خلال يوم تجهزون نفسكم كطاقم ويطلع العمل بهاي الصورة النهائية؟ والله الحمد لله صراحة يعني الكل كان متعاون، والكل كان يعني يعني تتعرفون هاي مو غريبة على يعني عيال البحرين. أكيد. الكل كان يعني مجرد بس كانت اتصالات سريعة يعني، والكل كان متجاوب والكل كان متعاون صراحة،
وجه لهم تحية ومشكورين وما قصروا على التعاون اللي صار. الأغنية احنا سجلناها يعني هي صارت يعني يمكن الساعة 10 الصبح، كلمني أحمد أسدي فقال لي إيش رايك في الجملة يعني اللحن هاي اللي نسويه، فقلت له والله وايد صراحة حلو عجبني الموضوع. ففي نفس اليوم سجلنا الأغنية وخلصناها، يعني الأغنية كانت من ألحان أحمد أسدي وتوزيعه وكلمات الشاعر الغدير هشام الشروقي. فسجلنا الأغنية وكان معنا المخرج موجود في الاستديو، فخلصنا وإحنا نسجل الأغنية المخرج صارت عند يعني الصورة يعني الجدامة. ففي نفس الوقت خططنا يعني الموضوع، فأنتوا شفتوا الوجوه اللي كانوا معانا في الفيديو صح. وكلمناهم والله والكل كان متجاوب صراحة، والكل كان قال أنا حاضر يعني. فالحمد لله ثاني يوم صورنا الأغنية، ويعني التصوير كان خلال تقريبا 3-4 ساعات خلصنا التصوير. ما شاء الله. ما شاء الله. فاضل يعني هذا شيء مو غريب على البحرينيين، ولاحظنا الفترة اللي راحت وأكيد شفت اليوم كثير من الإعلانات التوعوية والبرامج اللي أنتجتها سواء وزارة شؤون الإعلام أو الشركات أو الأفراد. باعتقادك إيش كثر ممكن للفن إنه يوصل رسالة للأفراد؟ شلون ممكن الفن إنه يوعي اليوم المجتمع يوصل رسالة معينة؟ والله الفن يعني ما في شك، الفن أكيد هو الفن رسالة يعني أكيد من جميع أنواع الفن يعني سواء الفن الطرب والموسيقى والتمثيل أو أي شيء. فهذه هي اللي أتوقع الفنان اللي يكون صادق في فنه يعني لازم يكون يقدر يوصل رسالة. ففي ظل الظروف اللي صايرة أنت شايف يعني، فالحمد لله أن قدرنا على الأقل يعني لو نساهم في شيء بسيط يعني. طبعاً إحنا أي شيء بسيط يعني يعني من خلال الدولة اللي قاعد تسويه يعني من صح. جهد يعني من هاي، فالفن أكيد رسالة يعني. صحيح. إحنا شفنا شخصيات يمكن في الكليب اللي انعرض قبل شوية، شخصية الأم اللي تبي ولدها يقعد، الولد اللي بيطلع يقول لها أنا طالع بسرعة، ما نحن ما كنا نسمع الحوار بس حسينا من البادي لانجويج. أهم شيء إنه فهمت. إيه فهمنا يعني، شوف إحنا ما سمعنا الحوار. الحمد لله. بس تعرف أحياناً الفنان الشاطر أو الشخص اللي يبي يوصل الرسالة حتى بتعابير وجهه. صح. باللبسنج يوصله. إحنا عرفنا يمكن الشخصيات اللي ظهرت في الكليب وكل شخصية كانت تجسد. لأن إحنا بعرف ردة فعل الشارع. لما شافوا هذا الفيديو كليب شنو كان الفيدباك مالهم؟ شنو اللي سمعتوه؟ شنو اللي وصلكم؟ يعني احنا ما نتمنى هذه الفترة الطول، ولكن الحملات التوعوية قاعدة إن شاء الله ما تطول، بس الحملات التوعوية قاعدة كل يومين ثلاثة تتطور وتكبر. هل في نية ان من عقب هالكليب في كليب ثاني مثلا؟ رسالة ثانية خلينا نقول، ما بقول كليب في الظروف دي ما نتمنى الصراحة ان في عشان شاء الله نكون ان شاء الله ما تطول. اي والله نسوي كليب فرحانين في الشيء. طلعوا من البيت. اي والله الحالة صفر. طلعوا من البيت. بصراحة انا قلت له شاي صراحة يعني هاي شطارة المخرج، كان يعني فكرنا احنا ان نجيب مثل ما شفتوا الشخصيات اللي كانت الفنانة الكبيرة شفيقة محمد، وجه لها تحية. وال يعني قلنا هي شوي شخصية درامية تعبر شوي يعني في الحزن، وما نبي نسوي كل الموضوع حزن في حزن يعني. وكان معنا الإعلامي محمد عيسى بعد سامي الحداد، والبطل العالمي سامي الحداد. إيه. فيعني قلنا على الأقل نخلي من كل صوب يعني شيء يعني الكل يحب يعني. فحاولنا نسوي يجمع الفكرة ذي، فالحمد لله يعني مثل ما قلت لكم شيء كان سريع بس الحمد لله توفقنا فيه يعني. وردود فعل صراحة وايد كانت حلوة يعني، اللي شفته والناس الحمد لله يعني كان وايد مسموعات حلوة. الحمد لله. فاضل، هل هذه أول عمل تقدمه اليوم أو تطلقه عبر السوشيال ميديا أو أول كليب لك؟ والله لا، هذه تقريبا أنا عندي كذا عمل سويته يعني كلها أشياء اجتماعية يعني تقريبا. أنا سويت من قبل في العيد الوطني سويت أغنية حق البحرين بعد مدتها دقيقة يعني كذي اسمها يا ديرتي. حلو. ومغني أنا مقدمة برنامج عماد وسيمة إذا تسمعونه يوميا في الإذاعة. غنيتها هذه، فهذه أول أعمال لي. فكنت يعني كان في عندي عمل جاهز المفروض أني كنت أنزله أول سينجل لي يعني أغنية عاطفية كذي.
فما في ظروف شويه صارت يعني مو في صالح اي، فاجلنا الموضوع ان شاء الله نفرح فيها في كلته اخيره في اخيره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اسمع شيء نبي فاجأتك والله فاجأتيني. ما تبي تسمعنا شيء؟ اي تامرون تامرون. لا عطتك نسمع شيء. نسمع شيء ملو الفت على بدر بعد نسمع شيء. سمعكم مقطع من أغنية اللي إن شاء الله بتنزل إن شاء الله إن شاء الله إنها غريبة يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. أرجوك أنا أحبك وبقربك وأعيش أنا على شانك. أنا أرجوك تعال اترك غرورك واسقي قلبي شوية من حبك. أنا محتاجك الليلة تعبت وما بقت حيلة دخيلك لا تخليني حبيبي. أقول لك شي ترى كل البشر حولك أنا أحسدهم إذا هم شافوا عيونك لأنك لي ولا يمكن أعيش العمر لولا لحظة من دونك. الله مفاجأة كانت. أنا ما توقعت لا ما شاء الله. خلنا نتكلم ضروري عن كلمات ألحان توزيع يعني أنا حاس بتضرب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. لا انا بعد حاسه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هذه اغنيه طبعا بعد انا صراحه انتم مثل ما انتم شايفين يعني انتم انا الظهور اللي قاعد تشوفوني فيه دائما مع الموزع الكبير اوجه له تحيه صراحه احمد اسدي. اسدي مبدع مبدع ما شاء الله صراحه استعد. وايد انسان وايد مؤمن فيني يعني وايد قاعد يدعمني وما يقصر معي. فهاي الاغنيه من الحانه وتوزيعه بعد كلمات الشاعر مشاري وبعد مصوره كامله يعني من بعد جاهزة. اخراج حسن حاجي يعني نفسه. حلو. فان شاء الله يا رب ترى النور غريبا ان شاء الله. خلينا نعرضها عرض اول ان شاء الله. ان شاء الله احنا عرض اول. هذه اول مره احد يسمعها يعني هذه من هديه ان شاء الله مني. حصري عندنا. حصري عندك تستاهل. والله نشكر وجودك معنا اليوم. اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق ما شاء الله عليك يعني مبدع الصراحه. مبدع. يعطيكم العافيه. موفق ان شاء الله. جدا سعيد معاكم ومشكورين على الاستضافه. احنا بعد فاضل يعطيكم العافيه. وصلنا للختام. والله حلو الختام. احلى ختام. مسك الختام. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقه يوم الثلاثاء من برنامجكم الصباحي شمس البحرين. يتجدد اللقاء معاكم بكره باذن الله في حلقه يوم الاربعاء. باي.